قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حلقة خاصة ومميزة بمناسبة العيد 34 لتلفزيون تيلي لومير. وبهذه المناسبة عرضت الحلقة لنشاطات نورسات من خلال مكتبها في الأردن، كما هنأ البرنامج أسرة نورسات الدولية، وتطرق أيضا لأعياد القديسين التي تصادف هذه الأيام. فإلى هناك. نورسات رسالتها رسالة مسكونية، مثل هالترنيمة اللي بتسمعوها بالإشارة في بداية هذا البرنامج، رسالتها مسكونية. معنات مسكونية يعني بتبث لكل الكنائس، العائلات الكنسية الكاثوليكية الأرثوذكسية الشرقية والغربية، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وكل عبر كل القارات. فهذا مجهود كتير كبير اللي بتعمله نورسات لتنشر هالكلمة. والحلو بالموضوع انه قدي الإعلام تكاليفه غالية، ولازم دول وحكومات تصرف على رسالة الإعلام تتبقى تغطي وتبقى تنشر وتبقى تغطي هالمصاريف العالية وهالتكاليف العالية، خاصة إنه لما بتطلع فضائيات. إنه نورسات لا هي تابعة لأي حكومة، لا تابعة لأي حزب، لا تابعة لأي بلد، يعني معطي كل محبتها وكل خدمتها وعطائها لكل العالم، لكل المسيحيين بهذا العالم، وإرادها مثل فلس الأرملة. يعني هاي أنا بعتبرها أعجوبة، لأنه قدي الواحد لما بقعد بده يجمع تبرعات بتعب تيجمع هالقرش. جربيتها أنت. يعني في كتير جهد، في كتير حكي، وفي كتير إقناع، مع أنه نورسات ما بدها إقناع، وما بدها لما بنقول أنه مثلا أنه بيساعده أو شيء، بس بالفعل يعني نورسات معتمدة على فلس الأرملة. نحن هون مش عم نحكي على موضوع جمع تبرعات أو شيء، لكن اعتماد محطة مثل هيك رغم من مصاريفها العالية وتكلفة البث وتكلفة الإعلام قديه، أنه فلس الأرملة قادر 34 سنة إنها تستمر وتضلها مفتوحة. أنا بعتبرها أعجوبة إلهية، وربنا أراد لنورسات إنها تضلها مستمرة. وبيعطي بالرغم من إنه أحيانا لا نجد، لكن مكملة مسيرتها نورسات وما سكرت بالرغم من الحرب وتعرض المحطات وتعرض الاستوديوهات للضرب وللقنابل وللتهديم. رجعت وبنت ووقفت على إجريها وبنت حالها ورجعت بنت الاستوديوهات من جديد بالرغم من اللي مر علينا ب 2018 على مرفأ بيروت، وتسع استوديوهات تدمرت من المنطقة المحيطة بالمرفأ للنورسات. بالرغم من هيك رجعوا ووقفوا على إجريهم، كانوا يطلعوا من بيوتهم، يطلعوا من أماكن ما هن عايشين من الكنائس المجاورة، بس إنه ما يتوقف البث وما يوقف الإرسال بالرغم من كورونا والتحديات، وبالرغم من الوضع اللبنان الاقتصادي يعني الصعب، برضو ظلت مستمرة نورسات. عادة المحطات الفضائية إما هي قبطية اليوم اللي نازلة على الأقمار الصناعية بالبث، إما محطات قبطية، إما محطات أرثوذكسية، إما محطات كاثوليكية. المحطة الوحيدة حسب ما أنا بتابع هي النورسات، المحطة الوحيدة المسكونية. نعم. يعني كل محطة عم تنزل في إلها توجه لعائلة كنسية معينة. نعم. أنت ما بتحبي كلمة طائفة. نعم. عائلات كنسية مختلفة. إلا النورسات بنشوف الكاهن الأرثوذكسي، بنشوف الكاهن الماروني، بنشوف الروم الكاثوليك، بنشوف السرياني الأرمني، بنشوف كل العائلات الكنسية، محطة الوحيدة. ونقطة ثانية، في عالم الفضائيات بنشوف إنه النورسات ما بيطلع عليها دعايات، ما في يذهب ريع كذا لكذا، هالسبونسرات هالهاد ما في، كلها جاي زي ما تفضلتي. فهي كمان من الصعوبات، كل الفضائيات اليوم بتقوم على الدعايات. نعم. الدخل التجاري هو اللي بخليها تدفع معاشات للموظفين للأجهزة المستخدمة لهاي الأمور كلياتها. فهاي من مميزات النورسات برسالتها بهال 34 سنة. نعم. أنا بدي بس هيك أختطف شوية من كلمة سيدنا البطرك الراعي في احتفال عنصرة عيد تيلي لومير، لما قال إنه
غرفة واحدة كانت ومحطة تلفزيونية كبيرة صارت، إنها تيلي لومير في ربع قرن، أطلت عام 90 على عالم الإعلام المرئي، فأشعل الروح القدس غيرة بعض العلمانيين على كنيستهم ووطنهم والإنسان الذي مزقته الحرب، فنفضوا عنهم غبار الحرب وبادروا إلى التأسيس، وهم الأخ نور ورفاقه الراحلان الرئيس شارل الحلو والوزير جورج أفرام، والمطرانين شار الراعي والراحل حبيب باشا، الأب العام جورج حرب، جاك الكلاسي، جورج معوض، رولا نصار، أنطوان سعد، كريستيان دباني، فقدموا تيلي لومير إلى اللبنانيين الخارجين من نفق الحرب المظلم كمحطة مسكونية لا سياسية ولا تجارية ولا حزبية، هدفها نشر قيم المسيحية، العدالة والمحبة والحرية وحقوق الإنسان، ما دفع الكنيسة إلى تبني مشروعها بإشراف من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وإدارة مجلس يضم مسؤولين دينيين وعلمانيين مندفعين، ينظم العلاقة بين السلطة الكنسية والتلفزيون بروتوكول تعاون، ومع إطلاق فضائياتها الستة كان إلها موقعها الإلكتروني وبرامجها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لتثبت ولتثبت وجود كلمة الله في كل المواقع والمنصات، وتعد تيلي لومير ونورسات من أهم وسائل الإعلام المسيحي في العالم وفي طليعة القنوات المسيحية في الشرق، وأكبر قناة مسيحية ناطقة باللغة العربية ولها الصفة الجامعة لكل الكنائس. تخطت تيلي لومير كل حدود ونزعت كل عائق عبر مجموعة محطاتها، 34 سنة تيلي لومير، 22 سنة نورسات، 12 سنة نور الشباب، 10 سنوات نور الشرق، 9 سنوات نور مريم، 8 سنوات نور القداس، وخمس ومسك و و وفي عنا نور انجليش بالانجليزي، 5 سنين إلها شرعت أبوابها للجميع. نورسات وضعت يدها بيد بطاركتها ورؤسائها ووحدت معهم جهودها لأجل نشر الكلمة بروح الجماعة الواحدة، مؤمنين بأهمية رسالتها في هذه الأزمنة الصعبة. هذا الانفتاح عبرت عنه كذلك بمحطات عديدة، إذ واكبت أخبار كل الكنائس وأسفارهم، غطت احتفالاتها ونقلت لترجياتها من مختلف أديارهم ورعاياهم في لبنان ودول الانتشار، وذلك في كافة المناسبات والأعياد. يعني كلمة معناها مختصرة بس معبرة عن هالعمل الجبار اللي قامت فيه نورسات خلال ال 34 عام. فبتصفي الإنسان يعني حزين وإنسان تعبان وإنسان مهمش روحيا إذا ما بيكون في مصدر يستقي منه هاي الفسحة الروحية، يعني بالأسرار الكنسية، متابعة الفضائيات المسيحية، سماع الترانيم، التأمل الكتاب المقدس، كلها أجواء هاي بتساعد. ولكن اليوم إحنا في منطقتنا يعني خصوصا بلاد الشام، سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين، كلهجة كنوعية داتا عم تنعرضوا معلومات، النورسات هي الأقرب لهجة ومواد ومسكونية ثقافة بالضبط. يعني أنا صراحة يعني أشيد بالجهد الكبير للكنائس القبطية اللي بيعملوه، بس مثلا الطقس واللهجة مرات كثير ما بفهمها، يعني أحيانا بالقبطي وأحيانا باللهجة هاي، ما مش كثير بين يعني الواحد بتراتيلها وهيك، ولكن النورسات لمنطقتنا احنا بتوقع هي الأقرب يعني. فبالتالي الإنسان اللي ما بياخذ من هالزوادة يعني إذا ما بياخذها هو إنسان يعني راح يعني بتعب حاله في الطريق الخطأ، ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، الشغل والبزنس وهذا كله موجود وهذا مطلوب من كل شبابنا أنه يبذلوا فيه مجهود. بس معقول من كل هالوقت خلينا نقول بالسبع أيام اللي بالأسبوع
بال24 ساعة اللي بيوم واحد من الأسبوع، يعني ما في وقت إنك تروح على الكنيسة فهمنا، ما في وقت إنك تكون مع شبيبي ومع نشاط فهمنا، بس معقول قبل ما تنام بالليل ما في وقت تسمع المسبح على نورسات ولا تصحى الصبح وأنت بتلبس تحط على نورسات وتشوف من الصبح المسبح شغال؟ معناه أبونا مش شرط يقعد قدام التلفزيون، لا بسمع بسمع هو بيشتغل، بس ممكن ممكن يعني عن طريق الأبليكيشنز الموجودة، فيسبوك موجود نورسات أونلاين لايف شغالة على الفيسبوك من خلال موقعها الإلكتروني، يعني استعملت كل المنصات زائد اليوتيوب. حبينا أنه نعطي هاي المساحة من حلقتنا بصباحكم نور لنورسات، لأنها بتسوى وبتستحق أنه نحكي عنها ونعيد بعضنا البعض، وخاصة فريق النورسات اللي بلبنان اللي مداوم معنا من خلال 5 سنين، وإحنا جايين على السادسة هلأ بصباح كل يوم ثلاثاء صباح بصباحكم نور الساعة 9 صباحا، مع اختلاف الوقت بفترة الشتاء، يعني كانت احنا تعطينا هيك ساعة زيادة كانت 10 وهن عندهم 9، فكنا شوي مبحبحين بالوقت، مش هيك مصربعين على الصبح ونطلع على الاستوديو. طبعا مع أزمة المدارس وبعد سكنانا عن الاستوديو، لكن أكيد ربنا قادر أنه نكون معاكم كل صباح ثلاثاء، وما قطعنا نحن لهاي المدة كاملة. بحيي كمان الطاقم الموجود العامل بعمان اللي عم ببث وبيسجل وبيصور كل هذه الفترة اللي نحن خدمنا فيها كمكتب الأردن، مكتب إقليمي الأردن وفلسطين الأراضي المقدسة. وبحيي كل مندوبتنا كمان اللي بالشمال نيفين حداد اللي بتنقل لنا صار حديثا خلال هذا العام كل أخبار الشمال، وحنضل حجازين أخبار الجنوب. يعني أنا بشكره وبشكر على محبته، وبشكر كل أشخاص اللي كمان أيضا ساعدونا في نشر كلمة ربنا سابقا، واللي عملوا معنا من 2014 في هذا المكتب الإقليمي، ومن 2011 اللي أسسوا معنا نورسات. يعني بشكرهم على محبتهم، بشكرهم على مرافقتهم لفترة تأسيس هذا المكتب. واللي كان كمان بحيي أبونا حنا كلداني من خلال شاشة النورسات اللي أيضا اهتم بنورسات إنها كفضائية تكون لها مكتب ورسالة بالأردن، وكل الأشخاص اللي ساعدونا على تأسيس هذا المكتب بحييهم من خلال هذا البرنامج هذا النهار، وربنا يباركهم ويبارك رسائلهم الإعلامية والإنسانية والكنسية بمحبتنا ومحبتكم سوا.